عندنا. طيب تمام، توكلنا على الله. احنا المره اللي فاتت شباب اتكلمنا عن الترصيب، واتكلمنا عن ازاي ان احنا ممكن نعمل ترصيب، والمساله زي ما احنا قلنا سيستماتيك. كل المهم فيها ان يديني التصرف ويديني حاجه من اثنين، يا اما يديني السيرفيس لودنج ريت، يا اما يديني ريتنشن تايم اوصل لابعاد، يا سيرفيس لودنج ريت اوصل لابعاد. وعرفنا ازاي اتعامل مع السرعه، وازاي المساحه اللي باخدها بتبقى العموديه على اتجاه السرعه اللي بيقولها، لو هو بيتكلم عن سيتلينج فيلوسيتي او سيرفيس لودنج ريت. والخزان مستطيل، يبقى انا هنا بتكلم عن مساحه القاع، والقاع هنا مستطيل. انما لو هو دائري يبقى المساحه اللي انا اقصدها هنا مساحه دايره. طب لو احنا بنتكلم عن سرعه افقيه اللي هي اسمها هوريزونتال فيلوسيتي، يبقى انا هنا بتكلم عن مساحه الجنب بتاع الخزان. الناس متخيلين معايا طبعا، صح؟ صح يا شباب ولا ايه؟ ايوه تمام. طيب ولو هي كان الخزان دائري او اسطواني، يبقى انا بتكلم عن مساحه جانبيه. طيب عايزين بقى شباب نبدأ نتكلم عن فكرة الكلاري فلاكيوليتور. احنا قلنا المرة اللي فاتت عندي حاجة اسمها كلاري فاير، يعني خزان ترصيب بس قطعه ايه؟ ها سمع شير حاضر. انا لسه ما شارتش الاسكرين بس ما بنتكلمش. تمام، احنا قلنا المرة اللي فاتت كلمة سيديمنتيشن تانك خزان مستطيل. طب لو قال لي كلاريفاير يبقى دائري. دائري حط سيركولار خير وبركة، ما حطش. انا فاهم ان هو دائري، سيركولار كلاريفاير هي كلاريفاير، خزان ترصيب ذو قطاع دائري. طب قال لي كلاريفلاكوليتور، ده بقى الجديد النهارده. ثانية واحدة كده بقى هشير السكرين. بس مروان اخش جوه. ماشي. فهو هنا السيركولار الكلاري فلاكيوليتور هو عباره عن خزان ترصيب دائري بداخله حله داخليه يعني بها تقليب بطيء. مفهوم يا شباب؟ يعني لو احنا رسمنا قطاع ليه مثلا، الشاشه ظاهره ولا بتتاخر؟ معلش لان النت ممكن يبقى تقيل شويه. لا شغاله بس كويس. طب تمام الحمد لله. محمد السيد فين ومنتصر والرجاله؟ لا كل واحد برضه لظروفه يا باشمهندس. تمام معلش انا قصدت ان احنا لازم ناخد سيكشن حتى قعدوا يقولوا لي ان عشان الدنيا اتاجلت ناجلها وبتاع، بس هي الفكره ان ما حدش عارف ايه بكره في ايه، وعشان ما نتاخرش على الدكتور اكتر من كده. خالص نعم ده احنا متاخرين خالص. بالظبط. الدكتور دخل في فاضل له محاضره ويخلص الصرف. الصرف خلاص دخل في لا ما تخلص بالك. احنا بسكشن بكره الصبح، احنا النهارده هناخد في الاتر بسكشن بكره اللي هنتكلم في الاستورج، هيبقى انت داخل يعني خلاص انت داخل على الصرف يعني قدرنا. أيوة. ده واحنا لسه في اول الاسبوع قدرنا ناخد حصه الاثنين، حصه ثلاث، حصه اربع وخميس. انت محتاج ثلاث حصص مني، حصتين في الصرف، انت فاهم قصدي؟ فالدنيا خلاص. ما ده اللي احنا قصده. انا يعني عايزين نخلص، يعني عايزين عشان سكشنين زياده الاسبوع ده ولا حاجه كمان غير بكره. تمام، ما هو ده اللي انا كنت بقوله ان احنا لازم ناخد. والله انا كنت عمال الشيطان بيلعب بيا ان انا الغي، بس رجعت وقلت لا بلاش عشان بس نبقى ماشيين مع الدكتور لو حصل لا قدر الله يزرو غيروا رايهم وقال لك نرجع الامتحانات، يبقى احنا مامنين نفسنا. تمام. الشاشه ظاهره قدامكم ولا بيبقى احنا حتى في السليم بقى وناخد اجازتنا عادي زينا زي الناس يعني؟ بالظبط. الله يفتح عليك. هي الفلاتر بس الورق يا شباب ما نزلناش. اللي هي هندسه ايه؟ الفلاتر الورق بتاعها ما نزلش. لا بعته للاثنين لمنتصر ولمحمد السيد. والله هو نزل يا شعبان حاجه على الجروب عندنا؟ هتلاقيه طيب ماشي تمام.
الشاشة ظهر قدامك يا شباب صح؟ ظهر يا هندسة. ايوه يا باشمهندس. كلام جميل. ده خزان الكلاري في لكنته. احنا عايزين نقلبه بسرعه بسرعه، والمساله دي مهمه، وعايز اقول لك ان لما بتيجي هتيجي بنفس السيستم اللي احنا هنحل بيه. تمام كده؟ هي فكره ومحتاج ان انا افهمها قبل ما اكون حافظها. يعني عايز اقول لك ان انت لما ما بتفهمهاش للاسف، لما بيجي حد يعني ما يفهمهاش بيقوم حافظها وداخل حاططها في الامتحان وبيأدي فيها الدرجه وبيجيب فيها الدرجه كام. بس على ايه؟ لا عايزين نفهمها الاول. هنا انا بتكلم عن خزان فيه اسمه كلاري فلاكيليتور، في مرحله ترسيب وقبل منها في القطر الداخلي اللي هو اسمه فاي 2 اهو فوق الصغير. يعني ايه اللي بيحصل فيه؟ عمليه التقليب البطيء. الميه بتخش من السنتر بالماسوره تبدا تتقلب بقلبات، تبدا تخرج من الجناب عشان تطلع لمرحله الترسيب. تمام كده؟ الخزان ده لو انا رسمت له بلان زي ما حاولنا نعمل السكشن اللي فات، رسمنا كده بلان اعتقد يعني. تمام كده؟ معايا يا باشمهندس؟ معاك يا باشمهندس. البلان بان ولا لسه؟ ده كده الاليفيجن وده كده البلان. طيب هنا اللي بيحصل ايه؟ ان المايه جوه في النص هيحصل لها في الجزء اللي انا هظلله لك باللون اللبني ده، بيحصل لها كده هنا ايه؟ مرحله فلاكيوليشن. يبقى هنا كده الجزء ده هيحصل له فلاكيوليشن. يعني ايه فلاكيوليشن؟ يعني سلو ميكسنج تانك. طيب كلام جميل. طب الجزء اللي بالاحمر اللي بره ده اللي هو هنا كده هيحصل حاجه اسمها سيديمنتيشن. سيديمنتيشن زو باينه؟ معايا يا شباب ولا ايه؟ خش جوه يا مروان، في حاجه فوق كده؟ طب خش خش جوه. ها معايا يا شباب؟ يبقى اللي بالاحمر ده هي مرحله. تمام يا رجاله، اللي بالاحمر ده هو السيديمنتيشن زون. انا عايز الناس تاخد بالها رياضيا. هسالك سؤال، السيديمنتيشن بيحصل في فاي واحد ولا فاي 2؟ ركز قبل ما ترد. فرق السيديمنتيشن تبقى فاي واحد ناقص فاي 2 بقى. فرق الفايات مهم جدا. تمام. فرق الفايات مهم جدا، لازم تاخد بالك ان السيدمنتيشن يحصل في واحد. طب لما اجي اقول لك الفلاكيوليشن بيحصل فين؟ في اتنين بس. ها؟ في فاي اتنين. طب لما اجي اقول لك فاي واحد دي بيحصل فيها ايه؟ الاتنين. لما اجي اقول لك امال فاي واحد دي بيحصل فيها ايه؟ تقول لي سيديمنتيشن فلاكيوليشن والسيديمنتيشن. الله يفتح عليك. طيب دي حاجه. طب القواعد اللي هنا ناخد بالنا بقى من حاجه، ان فاي 2 ودي 2 دول المقصود بيهم مين؟ الفلاكيوليشن. ارجع كده وبص على البلان والاليفيجن اهو، دي 2 وفاي 2 المقصود بيهم في مين؟ مرحله مين؟ الفلاكيوليشن. طيب فاي 1 ودي 1، فاي 1 نسبيا يعني، او فاي 1 ناقص فاي 2 ودي 1، دول لمين؟ لمرحلة مين؟ السيديمنتيشن. يبقى العلاقتين دول مهمين جدا. طيب دي حاجة، يبقى اهو فاي واحد ناقص فاي اتنين مع اهو الدي واحد ده للترسيب او السيديمنتيشن اهو. كلام جميل. انما فاي اتنين ودي اتنين ده لمين؟ للفلاكيوليشن. الشاشه باينه ولا بتتاخر؟ لا تمام باينه هندسه. تمام يا رجاله. طيب عايز بس احضر الملف اللي انا كنت فاتحه، ثانيه واحده بعد اذنكم. طيب يا شباب تعال نبص كده في المساله رقم 5. بص معايا كده في المسألة رقم 5، بيقول لي ايه؟ بيقول لي it is required to determine the numbers and the numbers و dimension and the net water production
من السيركولار كلاريفلاكيوليتور. والله يا باشمهندس لو حتى ما قالش سيركولار انا فاهم ان هنا بيتكلم عن كلاريفلاكيوليتور، يعني خزان ترصيب دائري جواه حله داخليه بيحصل فيها فلاكيوليشن بس كده، مش عارف ايه. ووتر تريتمنت بلانت والجيفن داتا كالتالي: السيرفيس بوبوليشن، البوبوليشن المخدوم بالمحطه دي 240 الف كابيتا، الووتر كونسامبشن 250 لتر على الكابيتا على الدي، التوتال ريتينشن تايم. اه بص بقى هنا قال لك ايه التوتال ريتينشن تايم، كام ساعه؟ ده قالك 3 ساعات. اه وقام قايل لك ما بين قوسين نص ساعه لمين؟ للفلاكوليشن، وساعتين ونص لمين؟ للكلاريفاكشن او للسيدمنتيشن. يعني هو هنا قال لك ان خد بالك يا باشمهندس المايه بتخش اليونت دي او الوحده دي تقعد 3 ساعات، بس انت لازم تسالني بقى تقول لي طب 3 ساعات انا ما عنديش معلومه عن المحطه دي يا باشمهندس سيد، فلازم انتوا تقولوا لي هتقعد قد ايه هنا وقد ايه هنا. معايا يا شباب؟ اللي فتح المايك بس يا شباب معلش، اللي فتح المايك معلش انا اسف لان صوته عالي عندي. معايا يا شباب؟ طيب قال لي ان السيرفيس لودنج ريت 30 متر مكعب على المتر المربع على الدي، قال لي ان السسبندد سوليد قد كده، الووتر كونتنت كان معايا ب 97% في الصفحه الثانيه، الريموفال افشنسي ب 90 وهكذا. عايز يصمم الكلام ده يحسب له النمبر والدايمنشن. طيب بص معايا دي رسمه الكلاري فلاكيوليتور اهو، خزان ترصيب دائري وجواه حله داخليه والكلام ده كله. فاي 1 ما تزيدش عن 40 متر، العلاقات دي مهمه جدا نحفظها. فاي 2 دايما لازم تكون، انا بقول لك اهو دايما لازم تكون من نص لتلت فاي 1 او من تلت لنص فاي 1، يعني الدي 1 دايما 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 كده بتساوي الدي 2 بس بزياده عليها نص متر. ها عشان لو انا جبت الدي 1 اقدر استنتج الدي 2 من العلاقه دي، ولو انا جبت دي 2 اقدر استنتج الدي 1 وهكذا. طيب ماشي يا شباب، هي نفس الديزاين كاراتيريا اللي فاتت، نفس خطوات ومعايير التصميم، بس لازم ناخد بالنا من حاجه ان الفي اتش هنا. اه ركز بقى معايا هنا يا هندسه، الناس ركز معايا، اظن انتم محتاجين ان انا اقلب الشاشه صح؟ تمام. ايوه هندسه معايا يا شباب هنا، بس معايير التصميم هتختلف شويه ازاي. بص معايا كده في الفي اتش، السرعه الافقيه اولا هيسميها راديال فيلوستي، ما عادش هيسميها بقى ايه هوريزونتال، لان السرعه هنا شكلها في الراديال في اتجاه الايه القطر، يعني هتساوي التصرف بتاع الخزان الواحد على المساحه. اه المساحه هنا ايه بقى، ركز معايا انا هنا بتكلم عن المساحه الجانبيه، انا اسف اه انا هنا بتكلم عن المساحه فعلا الجانبيه. المساحه الجانبيه يعني ايه؟ المحيط في الدبس. بس خد بالك بقى من حاجه، الميه خارجه من قطر ورايحه تخبط في عمق تاني او في مكان تاني، خارجه من فاي 2 دايما تحفظها كده، الميه خارجه من فاي 2 او من فلاكيوليشن مرحله تكوين نضف او خزان داخلي، وهتروح تترسب او تخبط فين؟ في الجدار اللي بره، يبقى هي دايما باي فاي 2 دي 1. انا عارف ان الناس هنا هتنساها وتقعد في الامتحان، باي فاي 2 دي 2 او باي فاي 1 دي 1، اوعى تغلط او تعكسها. هي دايما الميه تسال نفسك كده المحيط اللي خارجه منه، اللي خارجه منه ايه؟ الدايره الصغيره ولا الكبيره؟ رد عليا. ها خارجه من الدايره الصغيره يعني باي فاي 2 يبقى ده محيط الدايره الصغيره. طب رايحه تخبط في الجدار الكبير الجدار الخارجي، ها يبقى في الدي مين؟ دي 1 بالظبط، ولازم القيمه ما تزيدش عن 3.1 متر على المينت. الاوفر فلو وير برضو، ها الاوفر فلو وير هنا هيبقى عباره عن التصرف بتاع الخزان الواحد على المحيط، دايما هيبقى محيط مين؟ الدايره مين؟ هي الميه هتخرج من مين؟ من الدايره الكبيره ولا الدايره الصغيره؟ هتخرج من الدايره الصغيره؟ لا دايما هتخرج من الحته دي، من الليله دي كلها في منين؟ دايره كبيره، هتمشي من الدايره الكبيره. على هندسه انا عارف انت اتلخبطت فهمت ان هي بتخرج من هنا، لا انا بتكلم ان هي خلاص بقى بتمشي خالص من على الدايره الكبيره بتطلع. الله يفتح عليك. بالظبط بالظبط، يبقى دايما هتكون باي فاي واحد، دايما هتكون باي فاي واحد، وبرده ما تزيدش عن 600 و450. وقلت لك دايما ان في الخزانات الدائريه اطمن هتبقى الاوفر فلوير دايما سيف. طيب كلام جميل، بص بقى معايا تاني للعلاقات اللي احنا قلناها. خد بالك بقى السيرفيس اريا، عشان حته السيرفيس لودنج ريت، هو انت عارف ان السيرفيس لودنج ريت يعني بس اللي هي المساحه السطحيه، انا اسف السيرفيس لودنج ريت اللي هي السرعه الرأسيه، دايما عباره عن ايه؟ دايما عباره عن الكيو على ايه؟
على سيرفس، ها جاوبنا على سيرفس ايه؟ فيري على سيرفس اريا. ايه بقى؟ ايه بقى قيمة السيرفس اريا؟ السيرفس لودنج جريد دي هي حاجة فين؟ حاجة بتحصل في السيدمنتيشن في الترصيب، فدايما هتبقى المساحة بتاعة الترصيب، المساحة بتاعة قاع الترصيب اللي هي باي على الأربعة، فاي واحد تربيع ناقص فاي اتنين تربيع. ها حد عنده مشكلة؟ هو أنا لو قلت لك أنا ما عايز أقول باي على الأربعة فاي واحد تربيع دي تبقى مين؟ أنا كاتب لك فوقها على طول. لا يا باشمهندس دي هتبقى اسمها المساحة السطحية الكلية. لو أنا قلت تاني باي على الأربعة فاي واحد تربيع هتبقى المساحة السطحية الكلية اللي هي التوتال سيرفيس اريا، مش للسيدمنتيشن بس ولا للفلكوليشن بس، لا ده دي لدي زائد دي. طب انا لو قلت لك باي على الاربعه فاي اتنين تربيع دي المساحه اللي هي رقم واحد، دي المساحه السطحيه لمين؟ للفلكوليتور. واضح ولا مش واضح الكلام ده يا شباب؟ تمام. عندك خش معايا في المساله. انا هنا بحل مساله هي تقريبا نفس المساله اللي انا قلتها بس الارقام في الحل بس انا يعني لخبطتها شويه، عملت اختلاف ماشي، عشان عايزك تحل المساله اللي جايه لك في الشيت او اللي انا بعتها لك بالارقام الجديده. جرب تمشي ايدك في المساله يا هندسه. طيب بيقول لي عندي كلاريف لاكيوليتور البوبوليشن 320000 الكيوب 180 الزمن الكلي برضو 3 ساعات نص ساعه فلاكيوليشن وساعتين ونص سيدمنتيشن. وقال لي الوركينج بيريد 16 ساعه والريتنشن السيرفيس لودنج ريت انا اسف كان 30 متر على الدي، وطلب مننا ان احنا نصمم الكلام ده ونحسب له كل حاجه. طيب يا باشمهندس ده مساله بادئه من اول بوبوليشن وكيو، يبقى انا اول خطوه اخش في الديزاين على طول ولا طالما مديني دي وكيو يبقى انا هنا محتاج اروح اجيب الديسشارج الاول في اول خطوه؟ ها رد عليا، هنا المساله جاهزه للحل على طول ولا انا هنا في الاول لازم محتاج ان انا اروح احسب التصرفات بتاعه المساله؟ اروح لانه هو مديني عدد ساعات التشغيل، مديني عدد ساعات ومديني السكان ومديني الكيو اسمه انا محتاج ابتدي في المساله من الاول يا هندسه. انت عايز تقول لي كده؟ بالظبط. يبقى انا اقول له كيو افريج هتساوي البي في الووتر كونتنت، الووتر كونتنت اقسمها على 1000 بس عشان تبقى بالمتر المكعب، وما تنساش تضرب في 24 على 16. معلش يا شباب بس انا هقوم الحق الموبايل بالشاحن عشان بس الموبايل ممكن يفصل مني، معلش ثانيه واحده خليكم معايا. معايا يا باشمهندس الشاشه متشقره ولا معاك يا هندسه؟ الشاشه لسه الشاشه الرئيسيه بتاعتها. ايوه جتها. طب تمام نكمل يا شباب. طيب المساله دي يبقى احنا ابتدينا فيها من اول حسبه الديسشارج، تمام كده ابتدينا فيها من اول حسبه الديسشارج وحسبنا كيو افريج ومنها حسبنا الكيو ديزاين اللي هي 1 4 كيو افريج، وما نسيتش ان انا اضرب في 24 على 16 او على الوركينج بيريد. اوعى اوعى تنساها، باكد عليك تاني. طيب المساله دي بقى تتحل ازاي؟ بص معايا كده هندسه، هي الحل عندك في الورق صح، بس تعالى كده نحاول نمشي ايدينا فيها ونشوف احنا لو هنجرب نحلها لاول مره كده هتتحل ازاي. الشاشه باينه قدامكم؟ باينه هندسه. بصوا يا شباب دلوقتي لو انا عندي كلاري فلاكيوليتور، كلاري فلاكيوليتور يعني انا عندي فيه سيدمنتيشن وعندي فيه فلاكيوليشن صح كده؟ اتقال لي ان لازم عشان احل المساله دي لازم احدد انا واقف في انهي زون عشان ما اسيبش الامور كده مختلطه، الدكتور يتلخبط مني في الامتحان يشطب لي على المساله كلها ابقى خسرت المساله كلها. لا انا لازم احدد له الاول انا واقف في انهي مرحله، هل في السيدمنتيشن زون ولا انت واقف في الفلاكوليشن زون؟ هبدا بالفلاكوليتور. ابدا بالفلاكوليشن. حلو. طب انا هبتدي بالسيدمنتيشن زون. ليه بقى؟
لا 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 هقول لك ليه، لا هقول لك ليه. انا عارف ان انت مساحة بتتكلم من وجهة عشان نظر، اجيب مساحة بس الخزان كله لا يعني برضه، لا بتكلم من وجهة برضه عملية قبل هقول عملية. لك، هكمل لك. انا عارف ان انت قلت لي ابتدي من الفلاكوليشن لان ده الترتيب الطبيعي للميه، تمام ده بيجي قبل ده. لا انا هنا بحل مساله ومساله فيها الغاز ومجاهيل. هو هنا المجاهيل ايه؟ تعال نحددها كده. ايه المجاهيل اللي باللون الاحمر هكتبها لك اهو؟ ايه المجاهيل؟ ال فاي ال واحد وفاي ها اتنين وفاي واحد وفاي اتنين ودي ودي واحد ودي واحد اتنين. ودي اتنين. انت متخيل عندك كم مجهول؟ ايوه كام؟ ده خمسة. حلو. انا بقى من مصلحتي ان انا عشان اجيب المجاهيل دي لازم اقلل الفروض. اوعى تقول لي انا همشي في المساله دي بالدراع وافرض اربعه واجيب الخامس. غلط، ده مش تصميم، ده غلط، صح كده؟ لا انا لازم امشي بكل الداتا اللي مدهاني. فانا اضطريت ان انا ابتدي من السيدمنتيشن الاول لان هو اداني كام معلومه في السيدمنتيشن. ما انا هقول لك على حاجه، انا هبتدي من المكان اللي مديني فيه داتا اكتر، بيانات اكتر. انا هبتدي من المكان اللي فيه بيانات اكتر. معلش انا اسف، الشاشه اتسودت، الشاشه قفلت، الشاشه موجوده عندكم؟ انا اسف. تمام. ايه المعلومتين اللي ادوهم لي في السيدمنتيشن؟ الريتنشن تايم بكام؟ الشير قافل يا هندسه. معلش انا اسف، انا اسف. ثانية واحدة. معايا يا شباب؟ ايه المعلومات اللي اداها لي في السيدمنتيشن زون؟ اداني ان الريتنشن تايم بساعتين ونص، والسيرفيس لودنج ريت بكام؟ صح ولا انا غلطان؟ تمام. طيب واحد يقول لي الله اشمعنى، امال الفلاكوليشن اداك كام معلومه؟ لا انا بسالك انت بقى، الفلاكوليشن اداني كام معلومه؟ معلومة واحدة بس. التي التي ابتدي بقى انا من نصيحتي لو انا راجل ناصح، ابتدي من المكان اللي فيه معلومات كتير ولا من المكان اللي فيه معلومات قليله؟ بالعقل خالص في مساله معقده زي دي وفيها مجاهيل كتير، ها ابتدي من مين؟ من مصلحتي معلومات الزياد يا باشمهندس. بس انت كده بتعكس، ده المفروض ان انا ابتدي من الفلاكوليشن. نريح له، ماشي يا سيدي، ابتدي من الفلاكوليشن. بس انا كده كده على رايك، رايح له رايح له، هروح بس للفلاكوليشن، هروح للفلاكوليشن واحلها احلها. بس انا عايز ابتدي من المكان اللي فيه داتا كتير لان المساله عندي مجاهيلها كتير، بس كده. طب كلام جميل، نبتدي الحل. ها عشان احل عندي ريتنشن تايم وعندي سيرفيس لودنج ريت، تبتدي بمين؟ والله يا باشمهندس هم معلوق، هم معادلتين في التي وفي الاس ال ار. لو انا قلت ان الفوليوم بيساوي كيو في التي، يعني الكيو كانت بكام في المساله دي؟ طلعناها ب 120,000 تقريبا متر مكعب عدي. هي كانت بكام لو انت رجعت لها في الورق عندك او في الملف عندك؟ ها كانت ب 120 وشويه، صح؟ قول 120، صح ولا ايه يا شباب؟ مفيش حد مركز معايا ولا ايه؟ تمام. طب افتح الملف. 120,960 وشويه، الله يفتح عليك، يعني 120,000 في الساعتين ونص، اتنين ونص على كام؟ على 24. الله يفتح عليك، هيديني ناتج. الناتج ده برقم بالمتر المكعب، حد يقول لي ده عباره عن ايه الناتج ده؟ ده حجم الخزان اللي هو فاي واحد ناقص فاي اتنين. الحجم الكلي، لا انت غلط، الحجم الكلي لكل الخزانات. ايوه لسه افرضها عدد. انا الله يفتح عليك، لعدد الخزانات الكلي، صح كده؟ كترسيب، كترسيب فقط، صح كده؟ طب كلام جميل. هل من النصاحة ان انا افك بقى الحجم ده كده اقول يبقى الشاشة ماشية معايا ولا الشاشة بتتأخر؟ شغالة معاك يا هندسة. هل من النصاحة ان انا افك الحجم ده اقول ان الحجم بتاع اسطوانة عبارة عن بقى على 4 فاي 1 تربيع ناقص فاي 2 تربيع في الدي واحد ولا اتنين؟ جاوبني. دي واحد، دي واحد. الله يفتح عليك، في ان هيساوي رقم بالمتر المكعب. هل دي نصيحه؟ عندي مجهول ان دي واحد، مجهول فاي اتنين، ومجهول فاي واحد، اربع مجاهيل. هل دي النصيحه؟
ان انا اقوم فاكك معادله زي دي احط ثلاث مجاهيل فيها افرضهم واجيب الرابع، هل ده كده تصميم ولا ده كده؟ لا ده كده غلط يا باشمهندس. ليه؟ لان انت لسه عندك معلومه، لسه عندك معلومه انت ما استغلتهاش. ما تستغل معلومه السيرف ستودنج ريت. انا عندي السيرف ستودنج ريت بتساوي 30 اللي هي عباره عن الكيو على ال كيو بتاعت مين؟ الخزان الواحد على مين؟ السيرفس اريا، صح كده؟ هي السيرفس اريا بتاعت الخزان. هفك لي كده وقول لي هي الباي على 4 في دي 1 تربيع ناقص دي 2 تربيع. لا اللي هي فاي يعني، تمام؟ اللي هي فاي. تمام كده، كلام جميل، كلام جميل. يعني برضه يا باشمهندس معادله زي دي الكيو فيها معلومه والسيرفس ستودنج ريت معلوم، هيبقى مجهوله في الان وفاي 1 وفاي 2. طب ما دي كده تبقى حلوه، افرض الاثنين واجيب الثالث، صح؟ قال لك لا، برضه كل ما زاد فرضياتك عندك، الفرضيات عندك في المساله او في التصميم، كل ما التصميم بتاعك ما كانش دقيق. يعني كل ما انت قللت الفرضيات على قد ما تقدر، انت فاهم؟ حتى دايما كان بينكتب كده في الخرسانه، بقدر الامكان حاول تختصر الفرضيات، كان بينكتب كده لينا زمان في امتحان الخرسانه، بعكس ما بقى بينكتب دلوقتي ان ميسنج داتا كان بي اسيوم. معايا كده؟ يبقى انا هنا عندي معادلتين، معادله للحجم ومعادله لمين؟ للمساحه. لا بص بقى، انا هعيد تاني استخدام المعادله اللي فاتت دي، هقول ان ال 30 دي بتساوي، بص بقى، التصرف اللي هو ال 120,000، صح كده؟ على السيرفس اريا توتال. ايه ده؟ ايه السيرفس اريا توتال دي؟ حد يقول لي كده؟ من غير ال ان يعني، على بعضه الحط بحاجة كأنه خزان واحد يعني. حط بحاجة. ايوه، يعني ايه تاني؟ ضربت في ان فوق وضربت يعني في ان تحت يعني. لا مش ضربت في ان فوق وان تحت، لا هندسه رياضيا، معلش رياضيا هي الان لما تبقى مقام البسط مش تنزل تحت وخلاص. ما هي ماشي بس. تمام، بس انا لا ضربت ولا عملت، انا الان كانت مقام البسط فنزلت تحت في المقام. يبقى السيرفس اريا دي بدل ما كانت لخزان واحد، لا كاني ضربت باي على 4، فاي 1 تربيع ناقص فاي 2 تربيع في ان، صح ولا انا غلطان؟ ده رياضيا يعني، كاني بقول السيرفس اريا ايه؟ توتال. يعني هنا السيرفس اريا توتال دي عباره عن المساحه السطحيه، او انا اسف، المساحه الكليه لعدد ان من الخزانات الترصيد، صح ولا انا غلطان؟ ها بس كده هندسه مش هبقى حساب الفاي 2، مش ايه؟ فاي 2 نفسها مش هتخش في الحسبه دي كده. ليه انا ما دخلتش في الحسبه دي ليه بقى؟ ليه؟ طبعا لما يجي فوكس السيرفيس اريا توتال كده هتبقى ايه؟ انا لسه ما فكتش. انا انت بتقول حاجه ثواني ثواني، رجع اللي يكلمني يعني يكمل معايا عشان بس ما حدش يخش، لان انا مش شايفك معلش. راح اللي كان بيتكلم. بص بص بس، انا دلوقتي السيرفيس اريا توتال انت بتقول لي ان انت كده اهملت فيها الفاي 2، مش انت بتقول لي حاجه زي كده باين؟ ان انا حسبت التصرف كل مره واحده يبقى اجيب المساحه مره واحده. لا كفايه. انا هنا بص يا هندسه هقول لك على حاجه. تخيل معايا، بص بص كده، انا هبسطها لك. تخيل معايا كده ان دي المحطه بتاعه المدينه اللي انا بتكلم عنها اهو يا سيدي، تمام كده؟ دي المحطه، دي الووتر تريتمنت بلانت، تمام؟ وده الطريق اهو، ده الطريق السريع، ماشي كده؟ جيت هنا عملت بالفرد كان معايا 5 وحدات كلاري فلاكوليتور كده. جميل. انا باصص من جوجل ايرث معايا كده. طب كلام جميل، فين بقى اللي انت بتقول عليه ده يا هندسه؟ اهو يا هندسه، دي كل المساحات هندسه اللي انا بشرحها لك دي. بنيت لك ولا ما بنيتلكش؟ انا وصلني، وصلني الفكره. بس انا بتكلم يعني انا هضرب ان لسه في عدد في مساحه الحاجه الواحد لوحده. انا بص بص، انا من مصلحتي ما فكش اي مجهول او اي بارامتر عندي، لان لما بيتفك. بص لي بص لي بص لي ثواني يا رجاله، انا بس من مصلحتي ما فكش اي مجهول عندي او بارامتر، لان لما بيتفك بيظهر معايا مجاهيل كتير، فانا بتعقد والمساله بتهرب مني. عامله شبه ايه؟ زمان في الرياضه والحساب لما كنا بنتعلمه الجبر كان يجي يقول لك هسمي الترم ده عين، بدل ما اجي اقول لك 52 من 100 قص مثلا بسط ومقا، لا قص عين، كان انا بختصر يعني بلم المساله. انت فاهم قصدي؟ انا بلم الدنيا يعني، انا هنا بلم الدنيا. فانت لو بتسالني يعني ايه سيرفيس اريا توتال، اهو
لو بتسالني يعني ايه سيرفيس اريا توتال اللي انت جايبها، يعني اللي باللون الازرق ده، يعني انا كاني هشرط المساحه بتاعت السيدمنتيشن. طبعا انا واخد في اعتبار ان فاي واحد فاي 2 مش معايا، يعني انا في التهشير بتاعي ما دخلتش جوه على فاي 2، ما جيتش عندها خالص. اهو هزوم لك عليها تاني اهو، وبص اهو هل انا جيت عندها يا هندسه؟ بس طب كلام جميل. ده يقول ايه يا هندسه؟ معلش هصغر الزوم خالص. ده يقول ايه بقى؟ سيرفيس اريا توتال هنا تبقى بايه؟ اهو اذا السيرفيس اريا توتال تبقى بايه هنا بقى؟ ان باي على 4 دي لا لا واحد. تبقى ايه يعني؟ تبقى بايه؟ هتبقى رقم، هتبقى عرفنا رقمها. بتبقى برقم صح ولا لا؟ الشاشه متاخره ولا انتوا شايفين معايا؟ شايفين يا هندسه شايفين. السيرفيس اريا توتال هتبقى برقم، رقم معايا صح ولا لا؟ ها تعوض عنها فوق بقى واجيب الدين. لا بالراحه بقى بالراحه، لما اجي اقول لك فوق كان معايا فوليوم توتال بالمتر المكعب برقم لكل الخزانات للعدد ان من الخزانات، وتحت بقول لك معايا سيرفيس اريا توتال لعدد ان من الخزانات برقم بالمتر المربع، ايه اللي تفهمه من ده؟ اعرف اجيب الدي واحد. الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك. ها حد عنده مشكله يا شباب؟ تمام. لا قبل ما تقول لي تمام وما انت شويه او في حاجه صعبه، حد عنده تمام تمام يا ابو حميد؟ حد عنده مشكله؟ انا معايا حجم كلي للخزانات بقيمه ومعايا مساحه سطحيه لنفس العدد، لا زودت ولا قللت، ونفس المكان. خد بالك ده انا بتكلم على نفس العدد وبتكلم على نفس الحاجه، انا في السيدمنتيشن، يعني انا ما بعملكش سحر مثلا، او انا مهرج قدامك بجيب لك مره سيدمنتيشن مع مره فلاكيوليشن، دي فاي 2 ودي مثلا فاي 1 ناقص فاي 2، لا ده انا بتكلم على نفس الام وبتكلم على نفس المكان اللي هي فاي 1 ناقص فاي 2، يبقى انا هنا كده ما بضحكش عليك. ها صح ولا انا غلطان؟ تمام يا باشا. صح ولا انا غلطان؟ طب انت جبت الدي 1، الشاشه مش شايره معلش كان الموبايل قفل. ها أيوة الشاشه مش شايره؟ ده حلو. طب دي واحد. طب هل في حاجه تانية عندك في السيدمنتيشن سايبينها، ولا انا كده جبت اخر المساله كان معلومتين وفصصتهم وجبت منهم حاجه؟ ما عادش عندي حاجه، اروح اجيب مين؟ اروح لمرحله مين؟ لكوليت. الله يفتح عليك، اروح لمرحله الفلاكوليشن. بص بقى كده معايا، لو انا طلعت للمساله فوق وزومت لك، انا هنا كان معايا المجاييل ايه؟ ان وفاي واحد وفاي اتنين ودي واحد ودي اتنين، ايه اللي انا جبته من كل الليله دي كلها؟ دي واحد دي واحد. الشاشه بعدها دي اتنين على طول ولا؟ الله يفتح عليك. اذا اول خطوه الدي واحد بتساوي الدي اتنين زائد نص متر، يبقى انا عارف ان الدي اتنين هنا بكام؟ دي واحد زائد نص متر صح كده؟ ناقص نص متر. ايه ناقص نص متر صح كده؟ الشاشه قدامكم باينه، يعني دي 2 بكام؟ الشاشه مأخرة يا سيدي. ايوه جه معلش 2.7 من 10 صح كده؟ يبقى دي يبقى شوف انا المساله كان معايا فيها كام مجهول في الاول؟ 5 مجاهيل، دلوقتي جبت منها 2 اهو، ادي 1 وادي 2، بدات المساله تتفتح معايا. كلام جميل. طيب ايه المعلومه اللي اداني في الفلاكوليشن؟ نص ساعه ادينا التي صح كده؟ الريتنشن تايم بنص ساعة، تعمل ايه بالريتنشن تايم حضرتك؟ ها؟ اجيب الكيو، اجيب مين؟ اجيب الفوليوم، اجيب الفوليوم صح؟ الكيو في التي صح؟ الله يفتح عليك، يعني ال 120 ألف متر مكعب على اليوم هنضربهم في نص ايه؟ نص 24. شباب معلش يا شباب معايا؟ معاك يا هندسه. انا معلش انا هرد على تليفون مهم بس وارجع اكلمكم تاني، انا اسف. تمام.
معلش شباب، معلش انا اسف. باشمهندسين الناس معايا؟ معاك يا هندسه. معلش يا شباب والله انا اسف. لا طيب ولا نكمل، الله يخليكم. انا هطلع بس ال تمام. طب يا شباب، يبقى احنا هنا الفوليوم تاني، الفوليوم انا هنا لسه ما زلت في مرحله الفلاكوليشن، ما عنديش غير معلومه واحده بس الحمد لله وانا داخل لها كان معايا معلومه تانيه مستنتجه من العلاقه اللي بتقول ان الدي واحد بتساوي الدي اتنين زائد نص، فهستخدم المعلومه التانيه اللي هي بتاعت التي، التي اللي هو بنص ساعه. فانا هنا هجيب حجم مين؟ هجيب الفوليوم توتال اهو برضو اللي هو عباره عن الكيو في التي، الكيو اللي هي بكام؟ ب 120، التي اللي هي بكام؟ نص ساعه اللي هي نص على 24 ساعه معايا كده. فالفوليوم هنا هيبقى عباره عن رقم بالمتر الايه؟ المكعب. حد يقول لي ده عباره عن ايه؟ حجم ايه؟ الخزانات كلها ان من الخزانات ايوه بس مرحله مين؟ تقليل. في الكالكوليتر فقط، في الكالكوليتر فقط. تمام. اهو انا كاتب لك هنا ان الفوليوم توتال ده عباره عن حجم ان من الخزانات، او ان خزان يعني عدد الخزانات، بس ده لمرحله الفلاكيوليشن او السلو ميكسنج بس. كلام جميل. طب انا هنا عايز اعمل العكس بقى، يعني انا هنا عايز اعمل عكس اللي انا عملته في السيدمنتيشن. يعني ايه؟ يعني هنا عندي عمق، عمق الخزان الواحد اللي هو دي اتنين، وعندي حجم كل الخزانات. هو ايه اللي يحصل لو انا قسمت الحجم على العمق؟ يديني مين؟ سيرفيس اريا. يعني انا هنا اكيد بعمل مين يا شباب؟ العكس. يعني هنا لو قلت ان السيرفيس اريا توتال بس بتاعت الفلاكيوليشن، انا هنا في مرحله الفلاكيوليشن هتساوي الفوليوم اللي هو برقم بالمتر المكعب صح كده على دي 2 اللي هو ب 2 و7 متر صح، هيديني هنا رقم بالمتر المربع. ها الكلام ده صح ولا غلط؟ تمام. ها مفهوم كده يا شباب؟ يبقى انا هنا وصلت لثلاث حاجات في الفلاكيوليشن، وصلت ان عمق الخزان الواحد قد كده، حجم زي ما وصلت للثلاثه هناك برضه، انا هنا بقى معايا ثلاثه، عمق الخزان الواحد معايا في الاول، وحجم الخزانات كلها معايا بالمتر المكعب، وقسمت الاثنين على بعض اداني المساحه السطحيه لمين؟ لكل الفلاكيوليشن، لكل الايه؟ لكل مراحل الفلاكيوليشن. كلام جميل. طب بالراحه، هو انا هنا لو محتاج افك السيرفيس اريا دي يا شباب، حد يقول لي مفكوك هيبقى بكام؟ باي في الفاي 2 تربيع على 4. الله يفتح عليك. باي على 4 فاي 2 تربيع في ان. يعني انا كده يا باشمهندس اختصرت المجاهيل كلها لمجهولين اتنين، اقدر افرض واحد فاجيب مين؟ او ما اجيب مين؟ او ما اجيب التاني، صح ولا انا غلطان؟ تمام يا هندسه. واضحه ولا مش واضحه؟ يعني هنا انا كده يعتبر نجحت جدا في المساله، كده انا يعتبر نجحت جدا في المساله. ليه؟ لان جبت ايه؟ دي واحد وجبت دي اتنين، ودلوقتي يا باشمهندس انا بقى معايا معادله لو فرضت فيها حاجه اقدر اجيب التانيه، يعني هفرض ان بثلاثه او باربعه، امن نفسك وافرض الان دايما بثلاثه او باربعه، انت فاهم؟ ما تلعبش على الحروف باتنين وكده، تمام كده؟ امن نفسك. ولو فرضت الان بثلاثه او باربعه اجيب الفاي اتنين، يعني بقى معايا فاي اتنين وان ودي واحد ودي اتنين، ارجع يبقى باقي لي مين؟ الفاي واحد، ويبقى كده المساله. شكرا يا باشمهندس، كده المساله شكرا فعلا. حد عنده مشكله في المساله دي يا شباب؟ حد عنده مشكله يا شباب؟ طب تكمله المساله هعمل ايه؟ والله يا باشمهندس انت لو فرضت ان دي مثلا باربعه اهو، اربعه تانك مثلا، اذا اقدر اجيب مين؟ فاي مين؟ فاي يا شباب؟ فاي اتنين. الشارع ولا بتاخروا عنكم؟ فاي اتنين. طيب يا باشمهندس كمان برضو على نفس المستوى، هو انا يا باشمهندس لو انا رجعت للسيرفيس اريا توتال اهو بتاعه السيدمنتيشن، مش كانت برقم معايا بالمتر المربع؟ كانت برقم ولا مش كانت برقم؟ كانت برقم جايبها فوق. طب فكها لي كده، هي بتساوي ايه؟ باي على 4 فاي 1 تربيع ناقص فاي 2 تربيع. ها في مين؟ فين 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 فين؟ طب انت معاك ايه انا بقى يا هندسه؟ انت معايا ان ومعايا فاي 2، اقدر اجيب مين؟ فاي 1 بالظبط. يبقى انا اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب فاي 1.
حد عنده مشكلة شباب؟ كده المسألة انتهت تمام. ها تمام؟ تمام يا باشا. كلام جميل. طب تعالى بقى نشوف الملف اللي كنا احنا فيه معلش. طيب يا باشمهندس الملف اللي احنا كنا فيه هنا نفس الكلام بس بالارقام زي ما انت شايف. يعني هنا انت معلش انا هكمل لك بقى. هنا انت لو عايز تكمل في المساله دي وتبدا تحسب الفي ار، تبدا تحسب الاوفر فلو وير، هل عندك مشكله؟ لا يا هندسه انا حافظ الكلام ده. الفي ار هتبقى عباره عن الكيو بتاع تصرف الخزان الواحد على باي ها فاي مين؟ فاي 2 اللي هي الصغيره اللي هي خارجه منه في مين؟ في الدي 1. معايا الشباب؟ معاك يا هندسة. معلش ثانية واحدة كده يا شباب. لو بقول شباب الناس معايا، لو هنا عايز اكمل في المساله تمام يا رجاله، لو عايز اكمل واجيب الفي ار اجيب الاوفر فلو وير، هل حد عنده مشكله؟ طب انا لو عايز اكمل اجيب النت ووتر برودكشن القانون الكبير بتاع الفي سلادج، هل برضه حد عنده مشكله فيه ولا اي حاجه يا باشمهندس؟ الكلام ده في الفي سلادج والسلادج هوبر والكلام ده كله ولا له علاقه بشكل الخزان، دي عباره عن قانون طويل بحط القيم عليه وبطلع حجم الربع وخلاص، يعني ولا ليها علاقه اصلا. تمام يا شباب؟ معايا يا باشمهندسين؟ معاك يا هندسه. طيب ثانية واحدة بقى كده عشان طب يا شباب تعالى نطلع السكشن بقى بتاع الفلتريشن ونحاول نخلص الفلتريشن ويتبقى لنا بس الديسنفكشن. الديسنفكشن كده كده نظري هنقوله بكرة الصبح يعني في بدايه السكشن مع بدايه الاستورج يعني. فخلينا نتكلم عن الفلاتر. انا بس عايز اسال السؤال دلوقتي الميه صالحه للشرب بنسبه كام في الميه؟ الناس تجاوبني. ها 90% كم؟ 90 ليه 90%؟ من 80 ل 90 ليه اللي باقي لك ايه يعني فيها؟ ال 10% ايه يعني اللي بتوع ايه يعني؟ عقارة ان تيو. لا غلط هندسة مثلا كده المية صالحة للشرب. انا اسف صح انا اسف معلش انا اسف اصلا لسه شرح سيكشن للانشاءات فهم بياخدوا الديسنفكشن ف يعني سرحت ان احنا خلصنا الفلاتر. لا معلش يا شباب تمام هندسة صح زي ما الباشمهندس بيقول فعلا كده المية صالحة من 80 ل 90%. انتوا عارفين الرقم ده جابه منين؟ مش هو في مسائل الترصيب دايما بيديك رقم اسمه الريموفال افشنسي اللي انت بتحطه الاي اللي في القانون دايما بيدولك ولا لا عشان تعوض وتحسب الفي سلادج؟ ايوه تمام هو ده الرقم اللي زميلك بيجاوبني بيه. كده الميه فعلا صالحه بنسبه 80% ل 90% لان برضو يا باشمهندس باقي عقاره بسيطه ما قدرتش تتشال بخزان الترصيب هشيلها بالفلاتر او بالمرشحات. طب كلام جميل. ايه المرشحات وايه انواعها وايه اهميتها؟ بص بس اولا لو احنا جينا نقسم الفلاتر هنقسمهم طبعا لكذا حاجه. لو جينا لمعدل الترشيح نفسه انت عندك حتى الفلتر بتاعك في البيت، في ناس عندها فلتر شمعه واحده، في ناس عندها فلتر ثلاث مراحل، في ناس عندها خمسه، في ناس عندها سبعه، صح ولا لا؟ هي حاجه شبه كده. لو احنا جينا نقسم الفلاتر اول حاجه طبعا لحاجه اسمها الريت اوف فلتريشن. يعني ايه الريت اوف فلتريشن؟ بص معايا بص كده في الرسمه اللي انا هرسمها لك دي معلش. بص يا شباب ده كده رسمه هحاول بقدر الامكان 3 دي للفلتر.
الشاشة قدامكم ولا بتتأخر؟ لا شغالة يا هندسة. طب كلام جميل. ممكن لو سؤال دي كده في الكلاريس لا كله، اتفضل. لو عندي مثلا بعمل ترميم لخزان، نفس الخزان ده بس جميل ترميم، تمام، جميل غيرت نظامه من النظام الترسيب العادي يعني، وعملت له انا حلة في النص وابتديت اشغله كايه كلاريف فلاكوليتر، والمفروض ان مدخل المايه في العادي في التصميم العادي هيبقى من تحت زي نفس الرسمة دي كده، ايه المشكلة؟ لو هيبقى العادي بتاعي ممكن ان انا ادخل الماسورة دي من فوق مش هيأثر على اي حاجة ولا بتفرق؟ طب تاني معلش هندسه كده تاني، انت عندك خزان وبتعدله، عندي خزان الخزان طاقة، كان ايه؟ اه خزان ترسيب عادي بطيء شكله ايه؟ دائري برضو نفس الكلام بالظبط نفس ده، بس الفكرة كانوا عاملين مسارات دائرية جوه بيطولوا مسار المية على قد ما يقدروا، جميل. نظام قديم انجليزي. الفكرة بقى ان هم خدوا الحوض من جوه وعملوا الحلة بتاعة الفلاكوليتر، اه عشان تمام، يستغلوا المساحه الداخليه ان يعملوا فيها تقليب بطيء يعني. الفكرة بقى ان مدخل المية طبعا ما ينفعش يحفره من تحت خزان قائم، لا طبعا فدخلوا المية من فوق، هل ده هيفرق معاهم في حاجة ولا ده عادي مش فارقة؟ لا مش هتفرق، بس هقول لك على حاجه، كل حاجه برضو ممكن تبقى تحت الدراسه. يعني ايه؟ يعني انا لو عملت كده وعملت المدخل من فوق وشغلت الخزان، لازم اعمل في الاول خالص مرحله تجريبيه، اللي هو اشوف بعد ما الخزان ده قعد مده الترصيد بتاعته بالشغل بتاعه بكل حاجه، الميه طالعه بخصائص عامله ازاي عشان احسب الكفاءه. يعني الفيصل الكفاءة مش فارق معايا بقى الفيصل المدخل، ان الميه هتقعد قد ايه كوقت، ما انا مش عايزها تقعد كتير برضو، انت فاهم؟ وهل الحجم هيستوعب ولا لا، زائد ان الكفاءه هنا او الرواسب اللي هتطلع برضو كميتها قد ايه، انت فاهمني؟ يعني لو هرسم لك رسمه، احاول يعني ارسم لك رسمه زي اللي انت بتقول. انت بتقول عندي خزان قائم عامل كده، صح كده؟ الخزان ده قائم، هم عايزين يعملوا بقى جزء داخلي، حله داخليه كده، صح كده، تمام ويحطوا فيها قلابات. اه تمام ساعتها التغذيه بتاعه الميه انا مش هينفع ادخلها من هنا، الكلام ده مش هينفع، صح كده؟ فساعتها هضطر اعملها منين؟ من فوق بالظبط، ادخلها من فوق، وهسيب فتحه الميه ان تطلع الميه منين؟ من الحلة من تحت، مكان الحلة من تحت من فتحات تحت. اه يعني كأني هجيب كوبايه. بص انا عارف انت لما يبقى عندك حله عاديه بتعمل فيها اكل، وقمت جايب كوبايه وحاططها في نص او برطمان كده، وقمت حاطه في نص الحله دي. بس الفكره بقى ان انا عايز اعمل نظام انشائي، ان البرطمان ده يبقى متشال على مجموعه من العمدان، تمام، مجموعه من العمدان، بحيث اللي يعدي الميه ما بينها، او زي ان انا الدوم، او زي ان بص انا زي فكره الدوم. الدوم دي مش بتبقى متعلقه على مجموعه من البسطات؟ هو مش ممكن يعملوا مبنى قائم عادي خزان كامل ويفتح فيه فتحات زي الشبابيك من تحت مثلا، او على ما هو اللي انا بتكلم فيه حاجه شبه اللي انت بتقولها دي، عارف انت الدوم؟ مش الدوم بتتعلق على مجموعه من البوستات؟ ايوه مش انتوا خدتوا الكلام ده في الخرسانه؟ ما بين كل بوست والتاني هواء فراغ، صح كده؟ هي نفس الفكر. دي هتبقى عباره عن ايه؟ اللي انا انتقله لك بالاسمر ده عباره عن ايه؟ ده الدور ده بتاع الحله، البطرمان او الدوم اللي هعلقها بقى على مجموعه من البوستات، انت فاهم قصدي؟ والميه تعدي ما بينها، بحيث ان الميه تبدا تتملى وتعلى في خزان الترصيب، وهي بتتملى تكون رصبت الحاجات بتاعتها، بس كده. بس الموضوع ده هيبقى معقد شويه. فيصل كفاءته يعني. اه الفيصل كفاءته بالظبط. تمام يا هندسة، ألف شكر. حبيبي حبيبي معايا شباب. نرجع بقى تاني للحته بتاعتنا اللي هي الترشيح. بص يا شباب، ده كده مثال لفلتر عندنا، فلتر من الرمل. انا هنا لما باجي اقول رمل، اه هو الرمل والزلط اللي احنا بنستخدمهم في المباني ولا حاجه تانيه؟ لا حاجه تانيه. مش انت خدت في ماده الماتيريال ان يعني في حاجه اسمها الافكتيف، القطر الفعال، وفي حاجه اسمها الخصائص المميزه للركام؟ مش انت خدت كلام زي كده؟ مش انت خدت كلام زي كده ولا لا يا شباب في ماده الماتيريال؟ صح؟ تمام يعني انا هشتغل
بالرمل وزلط، بس مش الرمل وزلط اللي انا ببني بيه، لا ده خصائص تانية ليهم مقاس اعتباري مختلف، ليهم قطر فعال مختلف وهكذا. هبدأ احط المية فوقهم بحيث ان المية تبدأ تنزل ما بينهم وتبدأ يحصل لها ترشيح او انها تتنقى معايا كده تنقية، وابدأ اجمع مية من الاسفل اسمها مية ايه فلترد ووتر او ماء مرشح، يعني ميه عملنا لها عمليه الترشيح. طب كلام جميل. طب يا باشمهندس عندنا بارامتر مهم جدا 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 اسمه الريت اوف فلتريشن، ادي الرمز اللي بقول لك عليه الريت اوف فلتريشن او الار او اف معايا كده، عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن كميه التصرف على السيرفس اري. بيشبهني بمين ده؟ بيفكرك بمين ده يا شباب؟ لسه ايه اللي ورا يا باشمهندس؟ الله يفتح عليك، بيفكرني بالسرعه او السيرفس لودنج ريت. زي ما كنا بنقول ان السيرفس لودنج ريت في درس السيدمنتيشن مهم جدا، برضه هنا يا شباب الريت اوف فلتريشن مهم جدا في مين؟ في الفلاتر. ده رقم واحد. رقم اثنين، خد بالك من حاجه، ان تصميم الفلتر معناه ايه؟ او يساوي معناه حساب مساحه وحولها لابعاد ال اف دبليو. ادي ال ال يا باشمهندس وادي ال دبليو. الصوره باينه ولا بتتاخر؟ لا تمام تمام، تاخر شويه يعني. معلش معلش يا شباب، معلش النت والله عامل. يبقى هنا ال ال في الدبليو، يبقى انا هنا المطلوب مني في تصميم الفلتر نحسب المساحه رقم واحد كده اهو. رقم اتنين، عدد الفلاتر الاساسيه. رقم تلات، عدد الفلاتر للغسيل. معايا مروان؟ تعال تعال تحت تحت، اقعد بقى جوه في الاوضه. بتجيب حاجه معايا شباب؟ يبقى انا هنا المطلوب مني في التصميم واحد احسب مساحه الفلتر اللي في دبليو. معايا معايا شباب؟ تاني حاجه احسب عدد الفلاتر الاساسيه للعمليه. طب معلش يا شباب ثواني كده، معلش ثانيه واحده. انا اسف يا شباب معلش. ولا يهمك يا باشا. طب يا شباب نكمل الكلام عن المرشحات، انا بس عايز ارجع. يبقى اول حاجه شباب قلنا هنا كده ان احنا هنصمم الفلتر، يعني ان احنا نحسب مساحه، ان احنا نجيب عدد للفلاتر الاساسيه، ان احنا نحسب عدد الفلاتر اثناء عمليه